مين فاكر الاسم ده؟ راينايتس. يعني ها ايه راينايتس دي؟ انفلاميشن في النوز. حاجه اسمها كاتارال راينايتس، كان نوع من الاكيوت انفلاميشن. طب ده اكيوت سيبرتيف ولا نان سيبرتيف؟ كان نان سيبرتيف صح كده. طب حلو. ايه بقى في بقى حاجه اسمها، بصوا إيه برضو في حاجه اسمها سكليروزس، يعني ثيكنينج. حتى افتكر حاجه اسمها اثيروسكليروزس، يعني ايه ثيكنينج؟ فين؟ في الارتر، نتيجه تكون حاجه دهون كده اسمها اثيروم، ماشي. فكلمه سكليروز معناها ايه؟ ثيكنينج. كلمه راين يعني نوز، ماشي. طب لو اقول لك راينو سكليروما يبقى ثيكنينج في النوز، ماشي. راينو سكليروما معناها ايه؟ اسمها كده مرض اسمه راينو سكليروم، عباره عن ايه؟ ثيكنينج فين؟ في النوز، ماشي. ده برضه نوع من الجرانيلوم، ماشي. دي عباره عن جرانيلوم بيعملها نوع من البكتيريا اسمها غريب شويه، اسمها كليبسيلا راينوس كليروميتس، يعني نوع من الباسيلاي بتعمل ايه؟ التهاب فين او ثيكنينج فين؟ في النوز، اسمها كليبسيلا راينوس كليروميتس. طب سالوا معلش، يعني بتيجي في النوز مود اوف انفكشن تيجي ازاي؟ انهاليشن يعني، اكون يعني مش كده. واحد عنده المرض ده بيعدي واحد تاني وخلاص، ماشي. يعني المود اوف انفكشن بيبقى دروبلت انفكشن. يعني ايه يعني انهاليشن يعني؟ حضرتك طب ما استنى استنى، طب افرض بيتنفس من بقه، مش من مناخيره. اه صح، ممكن تيجي فيه. على فكره هي اسمها ايه؟ راينوسكليروما، لان ده اشهر مكان بتيجي فيه، بس ممكن تبقى اسمها فارينجوسكليروما، ممكن لارينجوسكليروما. يعني ايه تيجي فين؟ ها في الفارينكس، وتيجي فين؟ في اللارينكس. بس مين الموست كومن سايت؟ النوز، ماشي. يعني حتى يقول لك ايه السايتس اوف راينوسكليروما؟ النوز. لا، ايه الاماكن المرض؟ هو المرض متسمي باشهر مكان النوز، بس ممكن تيجي في الفارينكس فارينجوسكليروما، ممكن تيجي في اللارينكس لارينجوسكليروما. بس يعني هو الكتاب ما ذكرش الباقيين دول، قال لك ان اسمها ايه؟ راينوسكليروما انهاليشن دروبلت انفكشن، بتيجي فين؟ بس انتوا فكروا كده انها ممكن تيجي في اماكن ثانيه زي الفارينكس زي اللارينكس، ماشي. حتى في الفارينكس اسمها فارينجوسكليروما، في اللارينكس لارينجوسكليروما. طيب بيحصل ايه؟ قال لك البكتيريا دي اول ما بتخش في النوز، ماشي، بص هنا بيقول لك بتخش على ثلاث مراحل. بص بيقول لك هنا ايه بقى، بص بيقول لك راينايتس ستيج، اتروفيك ستيج، نيودرال ستيج. ايه ده؟ بص بيقول لك ستيجز اوف راينوسكليروما. واحد اثنين ثلاثة. أول حاجة يقول لك راينايتس، وبعدين أتروفي and thickened ميكوزا، أو خلص and granular ميكوزا. وبعدين nodular stage polyps from النوز. يعني بيقول لك اول بكتيريا تخش تظهر اعراض اكيوت انفلاميشن كده، اول ما دخلت يعني في المنطقه بتاعتها، يعني لسه في الاول خالص، فتحس انك جاله زي دور برد كده يعني، ماشي. التهاب احتقان في الميوكوس ممبرين وبتاع، ده في اول ما دخلت خالص. دي بيسموها مرحله الايه؟ الراينايتس. انفلاميشن في الميوكوزا بتاع النوز ده اول ما دخل، صح؟ الموضوع بيطول، صح كده؟ احنا قلنا الاكيوت يبقى كرونيك، قلنا عدد ايه اكيوت؟ اسبوعين، صح؟ بعد كده يقلب ايه؟ بقى كرونيكس كده. طب الفتره طولت، حصل بقى ايه؟ ضمور فين؟ في الميوكوزا، وبقى شكلها ايه؟ محببه كده جرانيولار يعني. بعد كده بقى المرحله دي اللي اسمها النوديولار ستيج، دي مهمه بقى المرحله دي، دي اخر مرحله بتحصل فين؟ في رينسكروم. عامله ازاي دي؟ بصوا بصوا الصوره عامله ازاي يا شباب. طبعا ده في الاول لسه في مرحله الايه؟ الاكيوت ستيج دي. راحت فين؟ اهي بصوا بص المناخير عامله ازاي؟ ايه ده؟ تلاقي كده كلاكيه طالعه منين؟ من مناخيره، يعني تلاقي المناخير عامله كده، بصوا بالمنظر ده. اهي دي فتحات مناخيره اهي، شايفينها؟ كده، وادي بقه تحت اهو، وتلاقي بصوا مناخيره طالعه منها حاجات كده. ايه ده؟ نوديول، او اسمها ايه؟ بوليب. طبعا هو طب هو ايه اللي يخلي عندي يجي يشتكي؟
هيشتكي من ايه؟ ايه المشكلة عنده يعني؟ يعني ده جاي ليه؟ جاي المستشفى ليه؟ مش عارف يتنفس، مناخيره مسدودة صح؟ فبيقول لك البوليب ده بيعمل او النوديول دي بتعمل ايه؟ بصوا ده اسمه بوليب، راحت فين النوديول بتاعتي؟ ده او نوديول يعني بتعمل اوبستراكشن اوف نوز. يعني ايه اوبستراكشن؟ والسريشن وبليدنج وبري كانسرس. ركزوا معايا، البوليب اللي طلعت دي طبعا مناخيره مسدوده بالمنظر ده كده، مش عارف يتنفس، عملت اوبستراكشن للنوز، اوبستراكت الاير واي. حاجه ثانيه، الاطراف البوليب ده بيحصل فيها زي التهابات كده وقرح وتنزف، ده في دم نازل من مناخيره. ماشي، مش كده وبس، البوليب ده بيقلب سرطان بعد كده. يعني لو اتساب، يعني فرضا متجاهله مثلا وسابه خالص، يعني هيقلب سرطان. ماشي، ليه؟ هقول لكم حالا دلوقتي. يبقى لازم بقى اشوف ايه الخلايا اللي بسرطان، ايه الميكروسكوبك فايندنج اللي احنا نشوفها فين في المرض ده. فانا هعمل ايه؟ بصوا، احنا بناخد العينه من اخر منظر اللي هو ده، اقطع ده كده بره، اطلع بره كده. ماشي، شكله عامل ازاي؟ يعني ايه هشيل ايه؟ بوليب واطلع بره، هتلاقي الشكل عامل كده. ادي الكفر بتاعه ده، ده البوليب اهو، شايفينه المنظر ده. قالك ليه كفر؟ يعني ايه كفر؟ غطاء وحشو. يعني ايه حشو؟ كور. ماشي، كفر وايه؟ ها، وكور. اي بوليب بيبقى ليه ايه؟ غطاء وحشو من جوه. ماشي، فانا عايز اعرف الحشو عباره عن ايه والكفر ده عباره عن ايه. قالك الكور عباره عن كورونيك انفلاماتوري سيلز، وهنوضح فيه حاجه معانا دلوقتي. والكفر قالك مش ده طالع من النوز؟ قالك النوز ده المفروض ريسبيراتوري ابيثيليوم، صح؟ ايه ريسبيراتوري ابيثيليوم؟ عباره عن ايه؟ ايه هو ريسبيراتوري ابيثيليوم؟ سولو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم سيليتد وذ جوبلت سيلز. يعني تيجي تبص على النوز ده الطبيعي بتاعه، ده هو الايه الابيثيليوم بتاعه كده. بصوا اه، شايفين كولومنر سيلز كده؟ ماشي، تحس ان هي ايه طبقتين، هي طب مش طبقتين ولا حاجه، هي انويه في ليفلز مختلفه. ماشي، وايه اللي بره دول؟ هنا سيليا وفي جوبلت سيلز معاها، ده الميكوزا اللي موجوده في النوز. ماشي، تيجي تبص بقى على يعني المفروض المنطقي ان البوليب ده عباره عنها ريسبيراتوري ايه؟ ابيثيليوم، صح؟ قال لك الكفر سكويموس ميتابلازيا، يعني الريسبيراتوري ابيثيليوم قلب بسكويموس. ليه؟ من الكرونيك، هنا في بكتيريا موجوده صح؟ نتيجه الكرونيك اريتيشن فرع الريسبيراتوري قلب بيها بسكويموس. سمينا الحاله دي ايه؟ سكويموس ميتابلازيا، اسمها سكويموس ميتا، يعني الريسبيراتوري. ولما قلب بسكويموس بعد كده يقلب بايه؟ بكانسر. هي دي المشكله. ماشي، يعني ايه الحاجه الخطر او اللي تقلب بسرطان في المرض ده؟ ان الريسبيراتوري ابيثيليوم قلب بايه؟ قلب بسكويموس، بعد كده السكويموس ده يقلب بسرطان بعد كده. ماشي، يبقى ده اللي بيخليه يقلب بايه؟ بكانسر. ماشي، يعني بتلاقي بالمنظر كان اصلا عامل كده، لسه قاعد هنا، ده اللي هو ايه ده؟ الريسبيراتوري ابيثيليوم اهو، قلب بقى عامل ازاي؟ بقى شبه السكويموس ايه؟ ابيثيليوم. طب ده حضرتك يقول لك ده فيري سترونج ابيثيليوم، اه ما فيري سترونج ما فيش مشكله خالص، بس مشكلته انه لما ما يكونش اصلا سكويموس يقلب بعد كده ايه؟ بسرطان. فهمتم؟ ممكن يقلب بكانسر بعد كده. يعني لو قلت لك ايه الكومبليكيشنز اوف رانين سكلروما تقول لي ايه؟ تلات حاجات، ايه هما؟ اوبستراكشن ونزيف وسرطان. ماشي؟ اوبستراكشن ونزيف، بالمناسبه برضو في كلمه برضو اوضحها لكم، نزيف من النوز، بليدنج فروم نوز، اسمه ايبيستاكسس. اسمه ايه؟ يعني كلمه بليدنج من النوز اسمها ايه؟ ايبيستاكسس، او اسمها الرعاف. تسمع الاسم ده؟ بليدنج فروم نوز اسمه ايه؟ ايبيستاكسس. خلاص، يعني بيجي له اوبستراكشن في النوز، ايبيستاكسس، وبيقلب بايه؟ طب ليه قلب سرطان؟ عشان ايه الحاجه اللي قلب سرطان؟ سكونس ميتابليزي. ماشي، طيب ماشي. طب نبص تاني، ده الكفر، طب لجوه؟ قال لك كرونيك انفلاماتوري سيلز. قال لك ايه الكرونيك انفلاماتوري سيلز؟ بص معايا، بلازما سيل، ليمفوسايتس، هيستوسايتس. ايه الهيستوسايت دي؟ اللي هو الماكروفاج يعني. حلو قوي، يبقى في عندنا ايه؟ بلازما سيل وليمفوسايت وايه؟ وهيستوسايت. في حته بقى مهمه قوي، بصوا
البلازما سيل والهيستيو سايت. طبعا في حاجه مش في بكتيريا موجوده هنا صح؟ مش كده؟ نتيجه الكرونيك انفلاميشن اللي حصل ده او الاريتيشن الموجود ده. طبعا الكرونيك اريتيشن الموجود عمل ايه في الابيثيليوم؟ حوله سكويمس صح؟ الكرونيك اريتيشن اللي جنب الهيستيو سايت ده هيعمل فيها ايه؟ قال لك الهيستيو سايت بيحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. بيحصل فيها ايه؟ هيدروبيك. ايه هيدروبيك ده؟ تتملى ميه صح كده؟ فتلاقي الخليه عامله كده بصوا ضخمه كبيره كده وفيها ووتر فاكيولز مليانه بايه؟ بميه كده. ماشي؟ في ايه؟ ووتر فاكيولز في قلب الايه؟ السيتوبلازم. فيقول لك السيتوبلازم ده يكون فيه رغاوي فومي ايه؟ سيتوبلازم. فقال لك الهيستيوسايت اللي حصل فيها هيدروبيك جينريشن دي اللي اكتشف يعني اللي اكتشف المنظر ده واحد اسمه ميكوليكس فسماه باسمه فسماها دي كده ميكوليكس سيلز. اسمها ايه؟ ميكوليكس. اسمها تاني ايه؟ الميكوليكس سيلز دي عباره عن ايه؟ هيستيوسايت وفيها هيدروبيك ايه؟ ديجنريشن. ولو حاجه تانية لو كده ايه في اوفال بوديز كده موجوده في قلب المرض ده بص كده يعني لو ايه كتل كده اوفال كده وفيها هايلاين ماتيريال ماشي. فجي واحد اسمه راسل طلع البادز دي وبدا يحللها ويشوفها عامله ازاي. قال لك دي كانت ايه؟ بلازما سيلز بس حصل فيها ايه؟ هايلاين ديجنريشن. فقال لك والبلازما سيلز حصل فيها هايلاين ديجنريشن وبنسمي المنظر ده راسل بادز. تاني كده ماشي. يبقى تاني انا عايز ثلاث حاجات مهمين لما تيجي تتكلم عن رينس كرولوما. واحد اثنين ثلاث ميكوليك سيلز راسل بارز وسكويموس ميتابليزي. ايه هما تاني؟ ها ميكوليك سيلز. ايه الميكوليك سيلز دي عباره عن ايه؟ هيستيوسايت وحصل فيها هيدروبيك جينريشن. ايه راسل بارز؟ بلازما سيلز وحصل فيها ايلاند جينريشن. الابيثيليوم من بره اخباره ايه؟ كان ريسبيراتوري وقلب بيها بسكويموس ماشي. وسمينا الحاله دي ايه؟ سكويموس ميتابليزيا. ايه خطورتها؟ بريكانسرس بتقلب بايه؟ بكانسر. طب واحد يقول لك طب عمل عمليه وشال الحاجات دي كلها ونضفها. اه بتتشال ولها دواء وكل حاجه يا اخوانا الحاجات دي بتتعالج. اصل الناس فاكره ايه مع المنظر يعني المنظر المرعب ده بيتعالج. اه بيتعالج اه بيتنض. اذا كان في ناس بره مثلا النوز حته منه وقع كده وبيركبوه تاني هي مشكله يعني ما فيش حاجه يعني انت بس المنظر شكله مرعب كده وبتاع وخلاص بس بتعالج كل ده بياخد ادويه وبتاع وده بيخف وزي الفل الحمد لله ماشي. انما لو اتسبب له بكانسر يعني في ناس يعني معلش ده سيد نفسه لحد المرحله دي ازاي يعني مناخيره اصلا اكيد بقى له مثلا شهور مناخيره مسدود وعلى ما المنظر بقى وحش كده راح يكشف يعني فاهمين. طيب ده بالنسبه للايه للراينوس كيروم. ايه الكومبليكيشن بتاعتها تاني قلنا؟ ايه الكومبليكيشن؟ ثلاث حاجات انسداد نزيف وسرطان ماشي. طب والنزيف اسمه بتاع النوز ده؟ يبقى بصوا انسداد نزيف سرطان ميكوليك سيلز راسل بارز سكوموس ميتابليزي ماشي. تشوف الحاجات دي منظر تاني. ايه الاسم البكتيريا اسمها ايه؟ كليبسيلا راينوس كليروميتس ماشي. كليبسيلا مش بسيلا اسمها كليبسيلا راينوس كليروميتس خلاص. طيب مرض كمان دي بتهيألي اسهل من سفلس شويه صح؟ نوعا ما يعني سفلس كان عنيف شويه. بص برضه ليها كده شريحه بتتفرجوا عليها فين فين فين. بص مثلا بص انا عايز بس اوريكم المنظر بتاعها عامل ازاي. بصوا ده خدنا عينه من الكلكعه دي. بصوا بس عامله ازاي هنا. شايفين الحاجات اللي عامله زي السفنج دي؟ هي دي. عارفين ايه الحاجات دي؟ في حاجات بصوا دوائر فاتحه كده وحاجات غامقه صغننه كده صح؟ الغامق الصغنن ده اللي اسمها راس البادز. والدوائر دي مين بقى هنا؟ شوف ولا ده هو ده منظر بقى اسمه فومي سيتوبلازم رغاوي ماشي كده. هي الرغاوي دي دهون ولا ميه؟ ميه ماشي. ميه في قلب السيتوبلازم ماشي. هي دي اللي اسمها دي الميكوليك سيلز. حتى الشريحه بتاعتكم في الكليه يقول لك ايه بتلاقي حته عامله زي الاسفنج كده مخرمه. هي مش مخرمه ولا حاجه ده اللي خرام دي الفراغات دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميكوليكز ايه؟ ميكوليك سيلز مليانه ماشي. شوف شكلها عامل ازاي يا اخوانا وزراء. حتى بصوا ايه اصل ممكن تكون منطقه فيها ديجنريشن فيها نيكروز. لا 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 بص هي خليه اصلا ماشي. طب فين النواه؟ ما على حسب المقطع
يعني على حسب المقطع. بص بصوا الخلية عاملة كده ماشي، والنواة بتاعتها اهي شايفينها. انت في المقطع ممكن تقطع كده صح او تقطع كده ماشي، قطعت فوق شويه يبان ايه السيتوبلازم صح كده، المقطع تحت شويه يبان ايه الخليه ومعها الايه النواه. فهمت المنظر عامل ازاي؟ على حسب انت قطعت فين بالظبط يعني. فتلاقي هنا على حسب انت قاعد فين في المقطع، هنا مثلا دي النواه موجوده اهي، هنا نواه حته صغيره منها، هنا موجود اختفت صح كده، انت قطعت فين بالظبط يعني. وكل خليه مش في نفس المستوى يعني. فهمتوا مين اسمهم ايه دول؟ ميكولوجز سيلز. ايه الحاجات الغامقه الصغننه دي اللي اسمها راس الايه؟ راس البارز. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ ماشي، هو ده الرينيوس كروما يعني.